السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم الدرس السابع اللي غادي تكون فيه جلابة مخزنية. بالنسبة للجلابة المخزنية كنخرجوها من الطبخ يعني الأساسي، فكنجيو هنا وكنطيحو الكتاف ديالها، يعني كتجي طايحة في الكتاف. نتمنى يكون داكشي واضح. انا غادي نشرح لكم. بالنسبه بحال مثلا هذا هو الباترو الاساسي ياكو، كما كتشوفوا هنايا، فكتزيدي العبار ديال الكتف باش كتجي طايحه. فكنجي ملي كنرجع نجي نرسم الباترو كنحط العبار عادي ديالي ديال الكاسيف ديال العنق، وكنهبط 3 سنتيم ديال الكاسيف كما كتشوفوا هنايا. من بعد كنزيد 14 سنتيم او لا 11 سنتيم ديال باش كيجي الكاسيف طايح. فهاد ما بين هاد العدد وهاد العدد باش ما يجيش الكاسيف طايح كتر يعني بزاف، ف 14 او لا 11 مزيانه بالنسبه باش كيجي الكاسيف طايح. هنا كما كتشوفوا يعني باترو العادي، منو كنخرجوا جلابه مخزنيه، فاللي التغير اللي كيكون هو ما كتكونش فيها التركيز، كيكون الكتاف طايح. هذاك التركيز اللي هنا طايح حنا غادي ناخذوه ياكو، وغادي نحط هنا الطول ديال التركيز زائد 3 سنتيم باش كنديرو باش كتجي ديك الوسعه هنايا ما بين الباط، غادي تفهموا. وهنا كنحط ملي كنحط هنا الطول ديال التركيز، هنا كنجيو نحط دوره الصدر مقسومه على 4 وكنزيد الحساب العرض باش يكون داكشي واضح. كنزيد 5 سنتيم 6 سنتيم على حساب العرض. هنا كتجي بحال واحد الزاويه قائمه، ديك الزاويه قائمه كما كتعطيها لك كنخرج هكا واحد جوج سنتيم باش كنجي هنا وكندير هاد الدائرة هاكا. حاجة سهلة ماشي صعيبة بزاف، وما ما ماشي شي حاجة اللي صعيبة. كنجي هنا وكنقوس، اللي ما قدرتش انها تقوس كتقوس بداك البيروكي كتكون فيه واحد الدائرة منها كدوري. نتمنى يكون داكشي واضح. من بعد ما كدوري هنا كتعطيك العرض، يعني كتعطيك العرض، يعني جلابة مخزنية كيكون فيها العرض، ماشي كتكون بحال الجلابة العادية ايفازي مزيرة يعني عبارة نيشان. من بعد كنجي وكنهبط الطول، كندير الطول ديال الجلابة راه باين هادي تزيدي زائد العطفة يعني 8 سنتيم او لا 10 سنتيم. هنا كنطلع واحد جوج سنتيم ياكو، كنطلعها باش كتجي هادي ما كتجيش مجنحة. الى انتبهتو الى خليتو ما درت هادي، هنايا هادي كتبان لكم بحال الزاوية قائمة، يعني كتجي بحال مجنحة. فانا ما غاديش نخلي هاد الجناح، كندورها هكا وكنمشي معاها. كندير في العرض ديال الجلابة ما بين 40 و 35. نتمنى يكون داك الشيء واضح ومفهوم. بالنسبة لليدين كناخد هنا مثلا هذا هو العبار ديال اليدين، مثلا هذا هو العبار، نشوف هنا شي باترو. مثلا هذا هو كنتويتشو على 4 باش كيعطيوني جوج طروفات ديال اليد. كنجي هاد الجهة خاصها تكون منها مسدودة، نتبهو هاد الجهة خاصها تكون مسدودة. كنجي هنا هاهي هاد الجهة مسدودة من هنايا، وكنحط العبار. مثلا هذا هو العبار ديال العرض ديال هاد
الطول ديال التركيز، كنحطو بحال هكا، وكنجي نحط الطول ديال اليدين. بالنسبه للطول ديال اليدين هنا درنا مثلا 14 سنتيم في تحت الكتف، كنقصو ديك 14 سنتيم من الطول ديال اليد. مثلا انتي عندك 60 في الطول ديال اليد، كتنقصي منها ديك 14 سنتيم او لا 11 سنتيم 12 سنتيم، مهم على حسب شحال بغيتي تطيحي من الكتف. من بعد كترسمي بحال هكا طول هيك، وهنا كيكون مرسوم يعني داك العرض، ها هو كنحده وكندير العرض ديال اليد. اليد ديال الجلابة المخزنية كتكون شوية عريضة، يعني ما بين 20 17، ما تكونش يعني عاوتاني مزيرة 15، على حسب، ما خصهاش تكون يعني مزيرة بزاف. ماشي هنايا هنا كيكون العرض ونجي اليد ونزيرها، لا، ما خصكي تحطي العبار نيشان. من بعد كنجي هنا وكنهبط واحد السنتيم، وكنهبطها هاكا، وكنقطع كما يكون داكشي واضح. بس ما ماشي شي حاجه صعيبه، انا ما كنقطعوش غادي نسوق. هنا كنكونو درنا العرض، هكا ها كتجي هكا، المهم هذا هو بالنسبة للجلابة المخزنية. الاختلاف اللي كيكون ما بين الجلابة العادية والجلابة المخزنية هذا القب، القب يعني راه درت لكم عليه درس، كيكون في هاد ديال الودنين باش كتفينيو به الجلابة. هنايا نكونو وجدنا الثوب، نطويوه على جوج ونرجعو نطويوه على 4 مثلا بحال هكا. كيكون فيه جوج متر ونص، كيعطيوك في الكوبا فيها جوج متر ونص او لا 3 متر، بالنسبة لي كانت شي وحدة عريضة بزاف. وكنحط الباترو وكنفصل عليه باش يكون واضح. كنفصل عليه كنطراسي وكنزيد العبار ديال الخياطة، كنزيد واحد سنتيم جوج سنتيم شحال ما زدتي في العرض. مزيان، وكنقطع. بالنسبة لهاد الجلابة المخزنية هذا هو الباترو ديالها، وقلت لكم بالنسبة للتوب كتراسيو على الدار ديال التوب ماشي على وجهك. بالنسبة ليدين حتى هي كنطوي التوب على جوج باش كيعطيوني جوج طروفة، يعني جوج طروفة ديال اليد ديال اليمين ديال اليسار، فكنحط الباترو ديال اللي درت وكنطراسي عليه وكنقطع صافي. هنا من بعد ما كتراسي وكتقطعو ها هو هنا الظهر، وهنا الأمام كنزيدو عليه إضافات، كنهبطو في العمق 8 سنتيم 11 سنتيم، وكنزيدو نهبطو نص طوق. انا درتها مسدودة يعني تقدري ديريها مفتوحة، انا فصلت يعني على توب طويتو على 4، فعطاني جهة مسدودة فقطعت غير نص طوق كما كتشوفو.
فيه 40 مثلا او 30. بالنسبة لليدين ها هما كيعطيوك جوج طروفة. ها هي هاد اليد ديال جلابة مخزنية، ها هي كتجي وكتلصقي هنا في الخياطة، كيجيك هاد الجهة من مسدودة كتجي هاكا، نتمنى يكون داكشي واضح ومفهوم. هي كتجي من كتلصقيها، كتلصقي في الخياطة الكتف مع الكتف، وكتجي تلصقي اليدين في جوج جهات وكتحطي مع الخياطة. حاجة بسيطة وسهلة، ماشي شي حاجة صعيبة. بالنسبة للقبة هو كتكون يعني دايرة الباترو ديالو وكتفصلي عليه. بالنسبة للقب بحال مثلا جلالبك او لا، فصلي فصلي الباترو يعني خليه عندك، تبقاي دائما تفصلي عليه، و يعني تلقاي تبقاي تفصلي عليه على بارك. ها هو حتى هو راه شرحت لكم يعني الطريقه ديالو. كتخيطيه هو اول حاجه، كتجمعي هاد هنايا وعاد كتجي تلصقيه في الجله. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، ما ماشي شي حاجه صعيبه. هذا هو الدرس ديال الباترو. كناخدو يعني الباترو من الباترو ديال الجلابة المخزنية، من الباترو الأساسي، فكنزيدو عليه نطيحو لكتافو اللي 14 أو لا 11 سنتي، وكنديرو الطول ديال التركيز، وكنزيدو عليه 3 سنتيم ديال باش كيعطيك العرض جهة الباط، وصافي. والصدر تا هو كتحطي العبر ديال الصدر وكتزيدي عليه 4 سنتيم أو 5 سنتيم ديال العرض، لانه جلابه مخزنيه ماشي هي جلابه عاديه، ماشي هي هاد الجلابه العاديه، كيكون يعني فيها العرض. صافي، هاد الشيء هو اللي كاين في هاد الجلابه المخزنيه. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، وما نكونش نسيت شي حاجه، والتوفيق للجميع ان شاء الله.